لم يتوقف نظام الأسد عن اختراق الهدنة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، إذ تقوم قواته من حين إلى آخر بقصف المناطق السكنية، فيما تشن الطائرات الروسية غارات مكثفة بذريعة محاربة من تصفهم بالإرهابيين. وفي تطور لافت، أشارت مصادر ميدانية أن نظام الأسد زج عددا من الميليشيات الإيرانية في خطوط التماس مع إدلب، وبات يجهز لإطلاق عملية عسكرية كبيرة لتجاوز طريق الأم 4 في إدلب والوصول إلى مناطق المعارضة، بالرغم من وجود هدنة قوية فرضها الاتفاق الروسي التركي بعد توقف المعارك المباشرة بين النظام والمعارضة. تهديدات نظام الأسد بشن حملة عسكرية في إدلب قابلتها رسائل من المعارضة تفيد بجهوزيتها لصد أي حملة جديدة للنظام، ويوافقها بذلك الجانب التركي الذي حذر من مغبة إقدام النظام على التوغل في مناطق خفض التصعيد، وذكر النظام بتكرار سيناريو الرد التركي قبل عدة أشهر، وذلك عندما أقدم النظام على قتل جنود أتراك، فردت تركيا بقصف لعدة أيام بطائراتها المسيرة وحصدت مئات العناصر من جنود النظام والميليشيات الإيرانية، كما دمرت منظومات دفاع روسية، ما دفع الأخيرة إلى الإسراع في عقد هدنة مع تركيا والتكفل بمنع النظام من تكرار فعلته تلك. يؤكد مراقبون للمشهد أن روسيا تدفع نظام الأسد للقيام بعملية عسكرية في إدلب، وذلك ردا على التحركات التركية قرب بلدة عين عيسى شمالي الرقة وعزمه شن عملية جديدة شرقي الفرات. فتريد موسكو إشغال أنقرة بجبهة إدلب وفتح سوق مساومة جديدة معها فيما يخص إدلب مقابل عزوفها عن شن عملية عسكرية شرقي الفرات. ويبقى شكل خارطة الصراع القادمة مرهون بالتوازنات الدولية وتأثيرها على الواقع الميداني في سوريا.